بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوة والاحباء، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد. مشهد مؤسف جدا جدا حصل في كواليس مسلسل الحاج اكسلانس اللي بيصوره، او الاكسلانس اللي بيصوره محمد سعد، بطولة محمد سعد. مشهد فعلا من اسوأ ما يكون ومن اسوأ الاشياء اللي ممكن اي حد يشوفها، ان شخص المفروض ان هو بطل العمل يقف يهين الناس بهذه الطريقة، إهانة بالغة، إهانة بالغة لدرجة إن وصلت المرحلة إلى سب الدين والعياذ بالله، يعني ألفاظ يعني سيئة وإهانة، والناس واقفين يعني مبلولين بالبلدي كده، يعني عمالين ياخدوا الإهانات في جنبهم وساكتين، كل ده عشان أكل العيش. محمد سعد يعني بشهادة عدد كبير جدا جدا من العاملين بالحقل الفني والنقاد والكلام ده كله، احنا بنتابع الكلام ده على السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا، هو شخصية نرجسية إلى حد كبير. هو كشخص موهوب يعني ككوميديان كويس جدا، ولكن دي حاجة ملهاش علاقة باللي أنا بتكلم فيه. أنا بتكلم على أخلاقيات داخل اللوكيشن، أخلاقيات التعامل مع الناس. أنا مش دعوة إنه يكون شخص ناجح فنيا أو فاشل فنيا، كوميديان أو غير كوميديان، دمه خفيف أو لأ، او امكانياته عاليه او لا، ولكن انا بتكلم على الواقعه دي في حد ذاتها، واقعه سيئه جدا، واقعه من اسوأ ما يكون، من اسوأ ما يكون، يعني من الاشياء فعلا لما شفتها فعلا يعني دبت كده الكراهيه في نفسيتي تجاه هذا الشخص على طول، لانه واقف بيهين الناس بطريقه غير طبيعيه، اهانه وشتيمه والكلام ده كله، وهم واقفين بيتلقوا الاهانات. تخيلوا ما انسان يكون واقف بيتلقى الاهانات حرصا على اكل عيشه، دي شو الانسان ده هتبقى نفسيته عامله ازاي؟ اكيد ممكن تجي له جلطه وهو واقف كده بعد الاهانه اللي تعرض لها من هذا الشخص. زي ما قلت، محمد سعد بشهادة عدد كبير جدا من الناس اللي عاملين بالحقل الفني هو شخص نرجسي. نرجسي بمعنى ان هو يعني عنده شعور مفرط بالذات، شعور مفرط بالذات، يتدخل في اعمال المخرج، يتدخل في اعمال المؤلف والمخرجين اكتر. ناس كتير جدا كانوا شغالين معاه في افلام او مسلسلات وتركوها بسبب تدخله السافر. ناس كتير كانوا عايزين يشاركوه مثلا او هيشتغلوا معاه كممثلين وسابوا الافلام او الحاجات دي. الكلام ده اتقال على فكره، انا مش طبعا مش متصل بالكلام ده، ولكن الكلام ده اتقال من مصادر كثيره جدا ومن نقاد كثيرين جدا ومن ناس شغالين في هذا الحقل، يعني متصلين اتصال كامل بهذا الحقل، ان هو عنده نرجسيه او شعور مفرط بالانا، شعور مفرط، يعني وصل لمرحله الغرور. شخص وصل الى مرحله الغرور والاحساس المفرط بالذات، وطبعا الغرور زي ما احنا قلنا والكبر طبعا لا يدخل، كما قال الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. والسبب ده ان اول خطيئه او اول معصيه مباشره لاوامر الله عز وجل كان بسبب الكبر، لما ابليس رفض ان هو يسجد الى سيدنا ادم، واخذته العزه كده ان هو ازاي مخلوق من طين وانا من نار واسجد له، فكانت اول معصيه ولا مباشره للمولى عز وجل هي الكبر. كبر دخل في نفس ابليس ورفض ان هو يسجد لسيدنا ادم. فالغرور والكبر من الصفات السيئه جدا 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 اللي ممكن اي انسان تنال من الانسان، دي بالظبط عامل زي حاجه بتاكل الانسان. الغرور والكبر دول يا جماعه بياكلوا في صاحبهم وبينهوه قبل اي حد تاني، لو مش هيأثروا على حد غير صاحبها، غير صاحبها هينهوه، يعني هيأتوا عليه يعني وهيقضوا عليه قضاء مبرما. الغرور والكبر دول بيقضوا على اي حد بيتملكوه، مجرد ما يسيطروا عليه. الغرور والكبر كده، الغرور والكبر والنرجسيه والانا المفرطه والكلام ده كله، دي بتقضي على الانسان قضاء مبرما. فزي ما انا قلت لحضراتكم المشهد مشهد مؤسف جدا، هعرض لحضراتكم دلوقتي المشهد ومحمد سعد بيهين العاملين في اللوكيشن معاه، يعني بيشتمهم بيسبهم وبيهينهم، وصوته يعني كان واصل لاخر الدنيا، صوت عنيف جدا. وطبعا التصوير ده يا جماعه تم بشكل يعني خلسة، ما حدش كان مركز معاه في التصوير طبعا، ولا حد كان صور هذا الفيديو يعني صوره بشكل كده في يعني غير واضح، او ما كانش واضح ان هو بيصور، يعني صوره خلسة زي ما احنا بنقول خلسة كده. نشوف كده هذا المقطع. طبعا المقطع ده اللي عمل انقلاب على السوشيال ميديا، وانا شخصيا بعرضه لحضراتكم بس عشان خاطر نعرف اخلاقيات الناس. احنا عرفنا ناس محترمين وناس كتير جدا شكرت فيهم باخلاقياتهم، ما كانش بس ممثلين ولكن كانوا قاده وناس علماء ومفكرين وقاده في القوات المسلحه. احنا سمعنا، انا شخصيا
عن الفريق سعد الشاذلي رحمة الله عليه بشهادة الناس، وهو كان رئيس أركان القوات المسلحة، ناس كانت بتشكر فيه، وكان بقى بيرأس القوات المسلحة أو تحت وزير الدفاع أو وزير الحربية، وكانت الناس بتشكر فيه أخلاقياته وتعامله مع الضباط والصف والجنود يعني بشكل غير طبيعي، وكانوا بيقولوا إن هو كان من أفضل الشخصيات خلقا في التعامل مع مرؤوسين سواء من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود. أنا بقول لحضراتكم نموذج لشخصية يعني مؤثرة في تاريخ مصر، فبالكوا بقى بممثل أو كده. نشوف مع بعض المقطع ده لمحمد سعد وهو بيهين الناس، ونرجع عشان خاطر نكمل مع بعض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي صبر من قبل من قبل الظلم يبدأ. القرف اللي انتوا فيه ده؟ ايه القرف ده؟ انتوا مقرفين قوي. ده انتوا قرف. ده ايه ده؟ ده انتوا اوفر. ده انتوا محدش يطيقكوا. ده انتوا فشله. قاعد بعالج وراكوا. ده انتوا ايه؟ اللي مش عاجبه كلمه يقول. اللي مش عاجبه كلمه يقول. في حد عنده حاجه؟ شفنا مع بعض هذا المقطع المؤسف طبعا، وشفتوا الزعيق وشفتوا الانفعال وشفتوا ايه اسباب ده انا معرفوش. هو كان بيقول لهم في اول مقطع انا صبرت عليكم كتير، معرفش هل في اخطاء هم وقعوا فيها، هل في مشاكل، هل الكلام ده كله. ولكن ايا ما كانت الاخطاء، المفروض انت ممثل يعني مشكله العمل او دايما العمل، وانا برضك لا انتمي للحقل الفني وممكن بتكلم، ولكن يعني وفقا للروايات اللي بيتم تداولها ان المسؤول عن العمل هو المخرج وليس الممثلين الموجودين. ممثلين كبار كبار وعمالقه في الاداء الفني كانوا بيقعدوا قدام المخرج زي التلامذة، زي التلامذة بالظبط. المخرج هو المسؤول عن اداره العمل، المخرج هو المايسترو بتاع العمل. الممثل له دور، له حاجه معينه بيؤديها، ولكن اللي بيسال عن العمل بشكل كامل هو المخرج. فانا شايف ان الممثل هو اللي قايم عمال يزعق، وقيل ان الزعيق ده كمان كان موجه للمخرج. يعني اي مخرج المفروض عنده يعني شويه احساس كده يعني بالكرامه او الكلام ده او بعزه النفس، هيقبل ان الكلام ده يوجه له بهذه الطريقه المهينه، يعني طريقه مهينه وطريقه سيئه جدا يعني. فالمفروض انا يعني وفقا للمعطيات اللي احنا عارفينها الفنيه ان المخرج هو المسؤول عن العمل وليس الممثل. الممثل المفروض ان هو موجود تحت ايد المخرج، يعني المخرج هو اللي بيرقص العمل كله وهو المسؤول عنه. وهو نجاحه حتى لو في نجاح بينسب اليه او فشل بينسب اليه، الكلام ده كله. ولكن كون ان احنا نشوف ممثل بيتدخل بهذه الطريقه، يبقى ده اكد الكلام اللي اتقال على محمد سعد ان هو شخصيه نرجسيه وبيتدخل في كل كبيره وصغيره. الكلام ده اتقال على فكره يا جماعه من اكتر من مصدر، ان هو بيتدخل في كل كبيره وصغيره، بيتدخل في اعمال المخرجين. عشان كده في مخرجين سابوا اعمال هو كان بيشارك فيها قالوا لا مش هنقبل كده. المخرج اللي بيحترم نفسه لما يلاقي ممثل بيتدخل في عمله هيقول له لا شكرا، اتفضل انت اخرج والسلام عليكم وعليكم السلام. ولكن اتقال هذا الكلام، بيتدخل في اعمال المخرجين، بيعدل عليهم، بينفعل عليهم. ودينا شفنا اهو، ادي تصوير اهو، تصوير تم بشكل خلسه، يعني ما حدش كان موجه الكاميرا كده ناحيته، لا ده اللي ماسك الكاميرا حضراتكم شايفين طبيعه التصوير. ففعلا ده كشف اللي بيحصل، فعلا ده كشف اللي بيحصل وكشف الحقائق او الحقيقه زي ما احنا سمعناها قبل كده، ان محمد سعد زي ما اتقال عنه. يعني طبعا انا ما اعرفوش، طبعا ما فيش علاقه بينه وبينه، ولا ما اعتقدش ان في حد من حركه يعرفه، ولكن اتقال عليه من ناس يعرفوا او من ناس تعاملوا معاه ان هو شخصيه نرجسيه وبيتدخل في اعمال المخرجين وبيتدخل في كل شيء كبيره وصغيره، يعني ما بيلعبش دوره كممثل بس. يعني في ده بقى بيبان يا جماعه الفرق ما بين الـ النجم الكبير، النجم في عندنا في تاريخنا عمالقه في هذا المجال، عمالقه في هذا المجال، ومع ذلك كانوا بيقعدوا زي التلامذه امام اي مخرجين، عمالقه في المجال الفني وناس يعني اساطير في هذا المجال كتمثيل يعني، وكانوا بيقعدوا زي محمود المليجي وزي شكر سرحان وزي كمال الشناوي، الناس دول واتقال عليهم يعني اتقال عليهم حاجات كتير جدا 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 عن الاحترام وعن الالتزام وعن التزامهم بكلام المخرج ما يعدلش عليه، الكلام ده كله. فزمان كان كل حاجه، للاسف الشديد بنقول زمان زمان، لان زماننا او ماضينا افضل من حاضرنا.
احنا للاسف ماضينا افضل من حضرنا بكتير في كل شيء، في اخلاقياتنا، في حياتنا، في تعاملنا مع بعض، في كل شيء، في كل شيء الماضي بتاعنا افضل من حضرنا. عشان كده دايما نرجع لايام الماضي ونحن لايام الماضي ونرجع للكلام ده كله. ليه؟ لان الماضي احسن كتير من الحاضر اللي احنا موجودين فيه. فالاخلاقيات زمان كانت عاليه في هذا المجال، كنا نسمع عن ناس عمالقة وكانوا بقى يعني مشرفين مصر في الداخل وفي الخارج، ومع ذلك يجي قدام المخرج يبقى زي التلميذ، ولا يتحرك ليمين ولا شمال، المخرج يقول له مهما كان المخرج. على فكره مش شرط يكون مخرج كبير، ممكن يكون شاب صغير برضه، كانوا بيتعاملوا مع الكبير زي الصغير ان ده المخرج بتاع العمل، وانا قابلت ان اعمل معاه، يبقى اذا لازم التزم بتعليماته، والمفروض ان دي شغلته هو فاهم فيها اكتر مني. ولكن اللي عمله الفنان محمد سعد بصراحه انا شايف ان هو شيء دون المستوى. ايه الاسباب؟ الله اعلم. ولكن ايا ما كانت الاسباب، يعني ما توصلش ان احنا يعني نسب ونلعن، ووصل لمرحله التقطيع اللي كانت الفيديو دي سب دين، يعني الفاظ خارجه، هل نصل الى هذه المرحله؟ هل نصل الى هذا المستوى المتدني؟ وبعد كده نرجع نقول احنا رايحين على فين؟ لا، احنا كده رايحين في داهيه. يعني الاخلاقيات بتاعتنا دي والطريقه دي، واذا كانوا هم دول النجوم اللي شغالين، يعني فبالكوا بقى باللي هم الاشباه بقى، اشباه النجوم والكلام ده يعملوا ايه. فمقطع طبعا مقطع سيء جدا، وحضراتكم اكيد بتشاركوني مشاعري. طبعا انا منفعل وزعلان على الناس على فكره، مش يعني انا مش زعلان على انفعال محمد سعد لان هو اللي بينفعل، ولكن انا زعلان على الناس اللي تلقت هذه الاهانه وهم ساكتين وهم صامتين. ده كله عشان اكل عيشهم، ده كله عشان فأسوأ شيء الواحد يتجبر على انسان ويعلم ان هذا الانسان مش هيقدر يرد عليه خوفا على اكل عيشه. دي أسوأ حاجه ان انا انطلق كده في الجميع. لا، انا عاوز بقى اختبر نفسي واختبر قوتي، قصاد واحد يعني كلامي مش هيوقفه، يعني لو انا قلت له كلمه هو هيرد عليها 10، فانا اختبر قوتي قدام ده، ولكن اختبر قوتي امام شخص انا اعلم ان هو ان انا اقوى منه او هو اضعف مني ومش هيرد عليا عشان خاطر خايف على اكل عيشه، لا ده ما يبقاش اختبار قوه، ده بالعكس يبقى تجبر وتنمر وقله ادب. منتظر تعليقات حضراتكم في هذا الكلام، ومنتظر برضو يعني نترحم مع بعض، نترحم على ايام العمالقه الكبار الممثلين المحترمين بتوعنا بتوع زمان اللي ما سمعناش عنهم اي مشاكل ولا شفنا منهم الا كل خير، وكل السيره بتاعتهم، حتى المخرجين المشاهير كانوا بيقولوا ان هم كانوا على اعلى قمه، من الاخلاق ومن الـ الاحترام مع العاملين باللوكيشن ومع المخرجين بتوعهم، مع الناس كلها، مع القصد العمل كله. ولكن نشوف هذا المشهد المهين، يعني شيء سيء جدا، بالاضافه الى ان برضك الاقاويل بتقول، وانا شفت بعض اللقطات من المسلسل، مسلسل برضك مش قوي، مسلسل دون المستوى، وفي ناس نقاد فنيين، مش كلامي، قالوا ان محمد سعد اطلق على نفسه رصاصه الرحمه بسبب هذا المسلسل وبسبب استخدامه لشخصيه الحناوي اللي كان استخدمها في فيلم كركر. هو اعاده لانتاج الافيهات القديمه والشخصيات القديمه والكلام ده كله، ولكن المستوى بتاع المسلسل دون المستوى، المطلوب. وكل مسلسلات رمضان وكل برامج رمضان للاسف الشديد، ومش بقول للاسف، بالعكس انا سعيد، كلها مستواها زي الطين، مسلسلات وبرامج. وان شاء الله الحلقه الجايه هكلمكم عن الحاجه بسمه وهبه واللي عملته في البرنامج بتاعها، عشان بس نكشف بقى الناس دي، لان خلاص احنا يعني قرفنا من الهبل اللي بيحصل في شهر رمضان كل سنه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. دكتور في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.